كثير من الأخوة طبعا وربما إيه مش طلاب علم بيسألوا ليش أنت يا شيخ عدنان تسلم على علي؟ لا لا مش أنا، اسألوا البخاري ليش يسلم على علي. البخاري سلم عليه بشكل واضح في 4 مواضع عليه السلام، وعلى فاطمة أكثر من ذلك، والإمام أحمد سلم، والإمام الطبري يسلم كثيرا جدا، والإمام الطحاوي لا يكاد يذكر عليا إلا بالتسليم. الطحاوي إذا قال عليا يقول عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام باستمرار. والإمام الهيثمي في مجمع الزوائد والإمام أبو الفرج ابن الجوزي والإمام ابن كثير والذهبي مرات أكثر العلماء بفضل الله يسلمون على علي. نحن نترضى عنه، نكرم وجهه في الجنة وفي الدنيا إن شاء الله، ونسلم عليه. نحن في الصلاة نصلي على أهل البيت، نقول صلي على محمد وآل محمد، صلي على محمد وآل محمد. فيعني لا يذهبن بكم الوهم إخواني، السلام على أهل البيت هذا بعض حقوقهم، من خصائصهم، انتبهوا، من خصائصهم، من خصائص أهل البيت عليهم السلام، ما في كلام.